الشأن الاجتماعي الآن، الشابة فاطمة زهراء من ولاية الطارف تعيش وضعا صحيا صعبا، لا تستطيع التحرك إلا بمساعدة من والدتها كونها مصابة بالشلل النخاعي. هي اليوم تنتظر مساعدة من ذوي القلوب الرحيمة للتخفيف من معاناتها. نتابع التقرير لمحمد من كموخ وحميد عودي. في وضعية صعبة وجد قاسية تعيش فاطمة الزهراء من ولاية الطارف ظروفا قاهرة، كونها لا تستطيع التحرك إلا بمساعدة والدتها، فهي مصابة بشلل نخاعي. في المنزل أني كنظل وحدي نعاني صعوبة كبيرة، أني نوقف وحدي، نحاول أني نوقف وحدي بصعوبة، نقضي شغالي وحدي بصعوبة. من الحمد لله يعني الواحد يعيش، مهم الحمد لله. فاطمة الزهراء تجرعت مرارة التنقل بين مستشفيات مصطفى باشا وابن مسوس بالعاصمة ومستشفيات عنابة والجمهورية تونسية، لكن لا شفاء لحد الآن، فالأدوية نادرة وليست متوفرة بالسوق. ما من رغم أنا ما عنديش، ما كانش بابها مش خدام، أنا مش خدامة، وهما ثلاثة. جريت 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 ما لقيت وين نعود، نعدت قريب نمد يدي. مش معاناتنا كبيرة ياسر، سما قاعدين نعانيو فيهم من صغرهم، من 13 سنة ولا 10 سنين وانا قاعدين كيما قال حالة المرض هذيا. ديناهم للجزائر، عقبناهم في مصطفى باشا، جرينا بيهم، رقدنا بيهم، درنا لهم. المهم نحتاج انسان، محتاج بصح ما يقدرش باش يطيح من كرامته ولا حاجة. الحمد لله رب العالمين. فاطمة الزهراء تتناقل يوميا بمشاق لا يقوى عليها أحد، ومع هذا تتحدى وتطمح إلى النجاح والعمل. وفاطمة الزهراء تردد كلمة الحمد لله رغم الألم واليأس في انتظار الإتفات البسيطة.